لك نادي نجار معمر ومن عند ناجية من بن حمد. صباح الخير لالا ناجية. صباح الخير. صباح الخير والنور. اش خبارك؟ ربي يخليك الحمد لله. لاباس عليك؟ امورك بخير الحمد لله. ربي يخليك امورنا بخير بكم بخويا جمال الدين الزيدي الله يجازيه بكل خير. مرحبا مرحبا بلالا ناجية وسلامك يوصل هذا السلام هذا يوصل لاستاذ جمال الدين السديدي. انا اختي جيهان راه خونا وحبيبنا عزيز علينا. كوني هانيه راه واصل باذن الله لالا ناجية واكيد تواصلكم. عندي اذن احمد ان شاء الله. ان شاء الله لالا ناجية وهذا كرم منكم وهذا حب منكم كيخلينا بعض المرات نحشمو كنقولوا واش اللي كنقدموا واش قليل ولا كثير. وحق الله العظيم الا انتم كتو نسونا ومعمرين علينا وكتفوجوا علينا الله العظيم. شكرا لاله ناجيه الله يكبر بك لاله. هذا دمجال معمر ياك لاله؟ معمر بالكفته ان شاء الله. بالكفته شنو اللي كيميزو؟ يعني حنا كنعرفوا يعني المغرب المغربيه كدير دمجال معمر ولكن شنو كيميز يعني هذا الطبق؟ هذا عنده شي حاجه ديال ناجيه شي بصمه شي هذا الطبق من اختراع ديالي. صافي ملي قلتي من اختراع ديالك فيه شي حاجه مميزه. طيب كاع الوليدات اللي ما كيبغوش الدنجال وما كيبغوش القرعه وما كيبغوش انا كنديرهم في الفران مع شويه الكفته راس الطماط وكتعرفي كيفاش تقدمي كيفاش تذوقي الوليدات راه كياكلوا. نعم نعم كيجيو روعه. طيب ناخذوا المقادير ياك لاله. بسم الله. نعم بسم الله. عندنا 4 دنجالات موصولين مقطعين شرائح طويله. واخا 4 دنجال. الدجال ناخذ الغليظ ولا المتوسط ولا الصغير؟ لا يكون متوسط ما فيش الزريعه. اذا متوسط ياك لاله مغسول ياك ومقطع شرائح طويله ياك لاله. شرائح طويله بمعنى واش شرائح طويله نقطعوه من الراس نخليو الراس اللي جامع ديك البوشونه ولا داك الشابو؟ لا كنحيدو هذاك الشابو ديال الدجال وكنقطعو شرائح طويله بحال شكل ديال السدينه. واخا ايه واضحه. تفضلي. وكناخذو اختي ربعه ديال الكفته. ربعه كفته ديال اللحم ماشي ديال بيبي. واضحه هي. وثاني بعد نقول لكم علاش ماشي ديال بيبي. عندنا 4 معالق كبار ديال صلصه الطماطم. صلصه الطماطم هي دايبين في زلافه ديال الماء. واخا دايبين في زلافه ماء. وعندنا 2 فصوص ديال الثوم. 2 فصوص ثوم. عندنا راس معلقة ديال الإبزار. راس معلقة صغيرة إبزار ياك هي. وشوية ديال الخرقوم. الخرقوم. شوية الكمون. الكمون. وواحد القريصة بين 7 ديال القرفة مع الكفتة. قريصة ديالاش؟ قرفة. واخا هي. وشوية الملح. والملح هي. وعندنا فرماج محكوك. فرماج محكوك. الزيت كناخذو شي مقله تكون ما كتلصقش. واخا كاين الزيت ياك لاله؟ كاين الزيت. كاين الزيت غير شي 4 معالق او 3 فاش كنشحروا الدنجال. اذا الزيت البلديه اييه. بسم الله. اذا غناخذو مقله. كناخذو مقله ما كتلصقش وكندير فيها هذيك 3 معالق ديال الزيت. اييه الزيت ها هو. كنشحروا الدنجال من هاد الجهه ومن هاد الجهه. نشحروا الدنجال بلا توابل ولا بالتوابل؟ لا بلا توابل. التوابل كنديروهم في لاصوص مع الكفته. ها هي بلا توابل اييه. كنشحرو حتى كنسالو الدنجال ديالنا وكنحطوه فشي طبيسين. ها هو ها هو. صافي كناخدو شي مقيلة أخرى ولا كاسرونة كنبداو نشحرو فيها الكفتة مع التومة. إذا الكفتة التومة. التومة. إيه. مع معلقة ديال الزيت هكا كل 2. إيه. ملي كنشحرو الكفتة مزيان وكتنشف لينا من الما كنكبو فيها هاديك لاصوص طومات اللي دوبنا في الما. إذا الكفتة غنديرو فيها غير التومة ما كاين ملحة ما كاين إبزار ما كاين والو. لا فيها هاد اللي قانا مع لاصوص. انا جايك الهضره. جايني الهضره. جيني الهضره. جيني جيني الهضره. كتجيني غير حاجه وحده كتجيني بانه الحاجه اللي كتشحر ولا كتسلق ولا القليم ما غنهضروش عليه ولا بد من شويه توابل باش كتمشي ديك البنه وكتنسجم في الطياب. فهمتيني لاله؟ على جيه قلت لك هذيك القريصه ديال القرفون مع الكمون فين في الكفته؟ اي كنشحروا مع الكفته مع الثومه. ما قلتيش ليا الكمون لاله. واخا انا قلت لك الكامون غير معلقه ديال الكامون. واخا هي واضحه. كنشحروا ديك الكفته مع التوابل وكنزيدوا عليها ديك الزيفه ديال لاصوص طوماط. اييه ولاصوص طوماط. صافي كنخليوها تشحر مزيان حتى كتمشي ما كيبقاش فيها الماء كتولي لاصوص خاسره. اييه.
وكنشدو الطاوة اللي كتدخل في الران. ها الطاوة كنكبو فيه واحد جوج معلقات لثلاثة من ديك الصلصة في التحت. وكنصفو الدنجال وحدة حدا وحدة وحدة حدا وحدة حتى كنعمرو الطاوة. كنصفو في النص وكنخليهم صحيت غنديرو الطاقة الفوقانية. ايه ايه. وكناخدو كلها معايا القا من ديك لاصوص كنكبوها فوق هديك الشريحة ديال الدنجال. ايه اللولة. ايه. وكنديرو على شوية الفرماج محكوك وكنغطيوها بالشريحة الأخرى ديال الدنجال اللي بقات لينا. ايه ايه. بحال هاكا حتى كنكملو طاوة كاملة. طاوة يعني تستيفا وفوسط منها الكفتة والفرماج. ايه. وفوق منها تستيفا أخرى ديال الدنجال. ايه. كنديرو طبقة أخرى ديال الدنجال وكنكبو ديك لاصوص اللي بقات كنكبوها فوق من الدنجال. نعم نعم. وهاد كنديرو عليها الفرماج كندخلوها الفران. وهذاك يعني الطماطم المركزه علاش ما تعوضيهاش بالمطيشه العاديه واحد ربعه مطيشه تتحكم؟ انا كندير المطيشه ديالي عاديه ديال الدار. بغيتي نعطيك الطريقه كيفاش كنديرها؟ كنديرها بلا مطيشه غير بالقشور والزريعه. نعم عطيني الطريقه نستافدوا منك. خاصه هذه بالاختراع ديالي. نستافدوا منك لاله ناجيه نستافدوا منك ونحيدوا علينا هاد الطماطم المركزه معنا ما نديروا بها. انا هذه هي الصلصه اللي كندير دائما غالبا هي اللي عندي ديما موجوده في الثلاجه. عطيني هاد صلصه الطماطم. ملي كناخذوا بعض المرات كنديروا الشلاضه ولا كنديروا شي حاجه بمطيشه كنحيدوا ليها القشره والزريعه. ايه واضحه. ايه. القشره والزريعه ما كنلوحوهاش كنحتفظوا بها. ها هي. ايه. حتى كنجمعوا واحد الكميه مهمه. كنديرها في كاسرونه واخا تبقى كل مره كنزيد عليها شويه وكنحطها في الفريكو حتى كنسالي. كتولي عندي واحد المهميه مزيانه وكنديرها في كاسرونه ونديرها فوق البوطه نشعل عليها كنقص عليها ما كندير فيها لا مالح حتى شي حاجه. ها هي. كندير فيها غير شويه ديال الملحه واحد المعلقه ديال التحميره. ايه. صافي كنخليها طيب حتى كتنشف من الماء وكنطحنها. اللي كتبرد كنطحنها في مولينيكس وكنصفيها في الصفاية. صفاية. ايه. كنصفيها في الصفاية وها هي عندك واجدة كديرها في قريعة وكتخشيها في الثلاجة كتكب عليها شوية زيت من الفوق باش ما كتصوف ما كتخسر ما والو. وكتبقى تجبدي مرة مرة. مرة مرة كتهزي منها معايا القا ولا جوج ولا اللي بغيتي راه كتبقى عندك في الثلاجة بغيتي ديريها شي سوبيرا وتحطها في الفريكو كديريها كتبقى عندك ما كتخسر ما حتى شي حاجة. تبارك الله عليك لالة ناجية. كتحسي تقولي ديال الحك. ياك تبارك الله عليك لالة ناجية. تبارك الله عليك على هاد الدنجال المعمر ولا الدنجال كراطا إلا بغينا نقولوا. اه كراطا ديال الدنجال ولا بغيتي نعطيك شلاطة ديال الروس. عطيني الشلاطة ديال الروس. بسم الله. واخا عندي ربعة ديال الروز. ربعة روز اين هو؟ الروز كلاسي. كلاسي ايه. مسلوق مع شوية الماء والملح. مسلوق مع الماء والملح. ايه. وكنصفي وكنخليه تيبرد. يتصفى يبرد. ايه. وعندنا الخيار مرقد. خيار. الخيار هذاك الكورنيشون. كورنيشون ايه. وعندنا الزيتون الخضر مقطع. الزيتون الخضر. وعندنا واحد دري ديال الثومه. درس الثوم. ومعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. قزبر ومعدنوس. ايه لاله. وعندنا واحد خيزو واحد محكوك. خيزو واحد محكوك. ايه. وشويه الملحه. ملح. والبزار. شويه زيت الزيتون. زيت الزيتون. وعندنا الطون ولا السمك اللي كاين عندنا في الدار سواء قيمرون ولا كالامار ولا شي طريفات كيبقاو عندنا في الدار كنحتفظو بهم وكنشحروهم ملي كنبغيو نديرو هاد الشلاط. ايه واخا واضحة. ولا مكانش كنديرو الطون. طون واخا. ايه. ملي كنسلقو داك الروز وكنصفيوه تيبرد تنحكو داك الخيزو ما كيتلق ما والو تيبقى خضر. ايه. تنحكو داك الخيزو وكنزيدوه مع الروز. ايه. وكنزيدو عليه الخيار مقطع. هي الكورنيشو. دوائر صغيرة الزيتون حتى هو مقطع. وتنحكو هداك الفص ديال الثوم. وتنخلطوه مع شي مع زيت الزيتون والبزار والملحة. كنديرو في طبق ديال التقديم. كان سمك تنديرو ما كانش بلاش. إذا هاد خيزوية هاد خيزوية هادي كتكون خضرا ياك لا؟ لا خضرا. باش كيعطي داك اللوينات مع الروز بياض مع الزيتون الخضر مع الخيز الاحمر كيعطي واحد اللوينات زوينين. نعم نعم لاله تبارك الله على هاد التشكيله هادي اللي عطيتينا ديال الدنجال. كنزينو بلاتي نكمل لك الطريقه ديال الزيان ملي كنديرو في الطبق كنزينو كناخدو غير مطيشه وحده كنقطعو شرائح. ايه. وكنزوقو الطبسيل من الفوق لكن غنديرو في الطبسيل الجماعي كنزوقو من الفوق كنديرو فيه زيتونه كحله من الوسط. ايه ايه كتجي بحال شي ورده.
كتجيب كتجي دوك المطيشات هابطين دوك الشعر راكم عارفين الفوائد ديال الروز مع خيزو مع 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 الكورنيشون مع الزيتون تبارك الله عليك لالا لجية شكرا لك وسلمي على الناس ديال بن حمد وسلامي لي هاني انا كالجيره من صحاباتي وكاع اللي كنعرف بليتهم بالراديو صحاباتي وحباباتي وخواتاتي ربي يخليك سلمي عليهم قلت لي ان داك النهار اللي عنده شي معلومه يفيدني بها انا قلت لك قبيله ما نديرش الكفته ديال ديفي اي علاش ما درتيهاش من كنصح كاع السيدات اللي كيمشيو يشريو الكفته ما يشروهاش مطحونه ايوه تاخذ الصدر أيه. ويطحنها ليا قدامها ولا تجيبها لدارها وطحنها علاش شنو لقيتي فيها كاع البقايا ديال البيبي نعم هذيك الجلده وهذيك كاع الحوايج اللي تيبقاو عندهم ديال البيبي كيطحنوهم في ديك الكفته وكيبيعوها على اساس الكفته ديال البيبي نعم لالا نجيه ونتمنى وانا من خلال هذا الميساج هذا اللي عطيتي وهذا الرساله اللي عطيتي انت هاد التجار هاد والناس مال الحوانه ترجعوا الله ويحكموا ضميرهم في الناس شكرا لك نجيه بن حمد.